مجموعة الانتخابات إن شاء الله نخرج كل ننتخبه، وإن شاء الله الأمل تاعنا المسيرة اللي كانت قبل تتكمل، سواء للرئيس القديم ولا الجاي الجديد إن شاء الله يكمل في المسيرة، وخاصة التنمية في الجنوب ومن ناحية الشغل والتهيئة وكلش هنا في الجنوب. نتمنوا اللي يفوز بالانتخابات هذه ينظر بعين الاعتبار للشعب والولاية ورقلة بصفة خاصة، لأنها عندها إمكانيات كبيرة بالنسبة لحسين مسعود حداها، وعندنا شباب بطال، عندنا مشاريع باش نواصل مسيرة تاعنا وتواصل مسيرة الجزائر ككل. ورانا نراعوا الظروف الأمنية المحيطة بجانبنا الدول، نشوفوا إن شاء الله الجزائر تكون أقوى وأقوى، ونتمنوا لكل رفاهية وسهار للبلاد. إن شاء الله نستنوا الانتخابات هذه، إن شاء الله تسقم البلاد، وإن شاء الله نستنوا حاجة مليحة للبلاد هذه، وإن شاء الله ازدهار. بالنسبة الانتخابات هذه الجاية إن شاء الله ربي إن شاء الله يسهل اللي فيه الخير إن شاء الله، وثاني إن شاء الله ربي يطيحنا في الإنسان اللي كما نقولوا يطلع البلاد لمستوى أعلى من كل الجوانب، من الجانب العملي والله من جانب الاقتصادي. هذه فرصة باش الناس تعبر على رأيها كما هذاك، ومن بعد يخيروا الإنسان اللي يصلح لهذه البلاد كما هذاك. من أجل واش؟ من أجل الجزائر أولا، من أجل الاستقرار، ومن أجل الأمن والأمان، هذه أهم حاجة.